هذه أول رسالة في البرنامج وردت من المستمع شحات عبد الفضيل مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض ويقول فيها يوجد في القرية عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر رمضان ولا يصلي، هل صيامه هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا النصراني الذي يصوم ولا يصلي ينظر في أمره ويدعى إلى الإسلام، فإن الصيام بدون دخول الإسلام لا ينفعه، فالكفر يبطل الأعمال كما قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخوله في الإسلام، فإذا صدق محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام فحينئذ يطالب بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. أما كونه يصوم أو يصلي وهو على مسيحيته على نصرانيته هذا لا يصح منه، صلى صلاته باطلة وصومه باطل ولا ينفعه ذلك، لأن شرط هذه العبادات الإسلام، فإذا صلى وهو غير مسلم أو صام وهو غير مسلم فعبادته باطلة. فعليكم أيها الإخوة الذين بحب قربه أن تنصحوه وتوجهوه إلى الإسلام وتعلموه أنه لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه وأنه رسول الله حق إلى الناس عامة الجن والإنس، وأن عليه يلتزم بالإسلام بإخلاص العبادة لله وحده وترك ما عليه النصارى من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقانيم الثلاثة، يترك هذا كله، يؤمن بأن الله إله واحد ليس له شريك وأن المسيح هو عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله، تعالى الله عنه علوا كبيرا، فإن الله سبحانه ليس له صاحب ولد، قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع وإذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به والتزم بالإسلام فهذا حينئذ يكون مسلما، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، وعليه يصلي وعليه يصوم وعليه يزكي إذا كان عنده مال، وعليه يحج مع الاستطاعة هكذا كسائر المسلمين.